بالفنانة السورية منى واصف. أهلا فيك. بنستأذنك الحقيقة في برنامجنا صفحات من حياتي إننا نتصفح معا بعض صفحات من حياتك، منها الصفحات العامة ومنها الخاصة. موافقة؟ أكيد موافقة. بتهيألي يعني نكون بالتسلسل الطبيعي، يعني نبدأ من مرحلة الطفولة، الطفولة البريئة. وتفتكري إيه من المرحلة دي؟ أنا كنت أكبر أخواتي البنات، نحن كنا ثلاث بنات صغار شياطين نوعا ما، كان عنا أم حنونة كتير. أنا من بيئة شعبية، من مواليد دمشق، درس الابتدائية والاعدادية بمدرسة قريبة من حارتنا. عمري ما فكرت أني أكون فنانة، وأنا صغيرة كان عندي طموحات أني أكون كاتبة أديبة. كنت أقعد أكتب قصص صغيرة، حاولت أكتب قصة حياتنا. بالنسبة إلي كان حياتنا ممكن أكتبها، لأنه كان في نوع من عدم التوافق أو الانسجام بين أمي وأبي، وانتهى بالطلاق. هذا الشيء اللي بذكره عن طفولتي، فلذلك ممكن سميها طفولة غير سعيدة. كان احنا قلنا عدد أفراد الأسرة ثلاث بنات؟ كنا ثلاث بنات من فرد أم وأب. تاريخ الميلاد؟ 1942. والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. طب احنا بنقلب الصفحة دلوقتي، نقلب ونيجي لمرحلة الصبا بقى. ايوه، المرحلة اللي تالي مرحلة الطفولة دي. نقدر نقول في المرحلة دي كان فيه هناك دلائل بتقول ان هنا في فنانة، احساس بالفن بأي صورة من الصور، احساس الناس فيني ولا احساسي انا بحياتي؟ لا، ما كان عندي اي احساس او اي شعور او اي تطلع اني انا اكون فنانة. انا اخذت البروفي سنة 56، باعتبار نحنا يعني شوي حالتنا المادية متعادة، اضطريت انا اشتغل باعتبار اكبر واحدة. اشتغلت بائعة ازياء نسائية عند واحدة فارسية، وبالوقت ذاته عارضة ازياء. اشتركت بمهرجانات القطن اللي صارت بحلب، وببعض عروض ازياء صارت في لبنان. يعني اول عمل اشتغلت ده فيه؟ اول شيء بعد تخرجي من المدرسة بائعة ثم عارضة. وبعد الظهر كنت روح اتدرب على الرقص الشعبي في فرقة أمية. ده كان هواية خاصة بقى؟ هيك مجرد نوع من اي شيء بدون اي تحديد لاي شيء. يعني هو لون من الوان الفن، بس انا ما كنت فكره انه فن. اي انت واخداه كده من غير ده يعني نوع من التسليه بالنسبه لي، باعتبار اني انا بشتغل من الساعه 9 للساعه 5 مساء، فكان عندي ساعتين كنت روح اتدرب فيهم رقص. لمجرد هيك يعني، ما بقدر احدد لك اطلاقا اني انا كان ممكن اكون فنان. طب ما حدش كان حاسس بيكي؟ يعني كان يقولوا عني اجتماعية جدا ولبقة جدا الناس. يعني اللي يعرفوني من خلال عملي كبائعة وكعارضة، في معادة ابتسامة دائما دبلوماسية فقط لما هي موجودة على طول. شكرا. يعني هي دي الدليل الوحيد انك بس حتة الموسيقى والرأس، ده كل شيء كل شيء، لكن لا تمثيل في المدرسة ولا حاجة؟ لا بالعكس، كنت اكتب بالمدرسة خطابات. حتى بتذكر في سنة 56 أو 55، والله على المضبوط ما عاد أذكر، كتبت خطاب عن مأساة جميلة بحيرة اللي صارت بالجزائر. وألقيت أنا الخطاب وكتبت لهم تمثيلية، البنات التانيين مثلوها، إنما أنا خطبت بس. كان لون تاني خالص. كان لون تاني خالص. اختلاف كل. طب المرحلة التالية بقى كان أهم معالمها إيه؟ وأنا عارضة أزياء قريت بجريدة إنه بدهم بنات يدخلوا مسابقة ويقدموا فيها للمسرح العسكري كراقصات شعبيات وكممثلات. فأنا رحت أنا وأختي اللي أصغر مني. أختي قدمت كممثلة لأنه هي صغيرة، كان في عندها هواية مثل، كانت توقف تقلد أمينة رزق، السيدة أمينة رزق الصغيرة. الصغيرة اللي أصغر مني بأربع سنوات راحت قدمت على المسابقة، وأنا قدمت كراقصة شعبية باعتبار هنن بدوا الراقصات، وأنا كان عندي خلفية تمرين بسيطة. ونجحنا بالمسابقة لأنه كان بحاجة لبنات، ما بقول لك يعني من كتر أنا ما شاطرة، بس لأنه كان بحاجة لبنات. فدخلت أنا كراقصة وأختي كممثلة، لكن أول عمل عملوه احتاجوا لوحدة من التيب تبع يعني من كسم، وقالوا لي اقري. المخرج يلي هلأ صار زوجي قال لي اقري. مخرج أول مرة تعمل تست قدام تست قدام، وقال لي اقري.
في مشهد من المشاهد وانا عم بقرا حزين شوي، انت بكيت، انا والله بكيت من الرعبه الحقيقه ومن اي شيء ثاني، لكن بظهر افتكروني اني انا مدموجه كثير فعجبتهم اخذوني. بقى يعني قمه التراجيديا والله العظيم، انه كانت فاشله المسرحيه بشكل غير طبيعي. دي اول مسرحيه بقى وبطوله تصور، يعني انت بتقلينا بتقلبي الصفحات بسرعه؟ لا ابدا، راسا نفس الوقت. يعني قريت من هون اخذت البطوله من هون. بطوله مسرحيه وده اول عمل ليكي؟ اول عمل اللي بوقف على المسرح. فشل ذريع لدرجه احكي لك شغله. ثاني يوم عرض المسرحيه وافتتاح مسرح عسكري، يعني مو شيء قليل، اول مره بيعمل عرض كبير بهذا الشكل وافتتاح رسمي. وهذا ثاني يوم او ثالث يوم طلعت جرايد كتبوا عني، رحت انا والله اشتريت الجريده بسرعه بدي اشوف شو كاتبين عني. انا كثير كنت قابضه حالي اني شغله، يعني قريت من نفسك قوي جدا. قريت انا ولا لقيت كاتبين؟ اما الانسه منى واصف يجب عليها ان تعود الى بيتها وتقف امام المراه لتتزين بانتظار العريس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقد لازع جدا يعني. والله بكيت انا. كان اسمها ايه المسرحيه دي؟ كان اسمها العطر الاخضر، تأليف، هي مأخوذة عن قصة فرنسية، إعداد الأستاذ محمد شاهين وإخراجه. زوجك الحالي؟ إيه. طب تفتكري أي جزء من المسرحية دي؟ لا إطلاقا. اللي أنت كنتي لا، هي سنة الستين. سنة الستين؟ سنة الستين؟ ده أنا بديت سنة الستين ودي سنة الستين، فمو ممكن أتذكر. بس متذكرة إنه كان في موقف درامي فيها يعني. أنا طبعا عرفت الدرامي بعدين، إنما المهم يعني إنه بكيت فيها. بكيت فيها؟ إيه بتذكر هيك الموقف. قدرت يعني ما تقدريش تفتكر لنا منه كده سطور نسجلها؟ أنا لا والله مش ممكن. لا والله بعيد قوي. لا ده أول عمل. ده أول عمل. العمل اللي بعده نجح ولا فشل زي الأول؟ شوفي في شغلة هون، أنا بعد ما قريت هذا المقال أو هذا النقد عني بكيت. أنا عندي أم الله يرحمها عظيمة جدا، قالت لي منى شوفي أنت ما بتعرفي حالك بدك تكوني فنانة ولا شيء تاني. أنا كان طبعا بتعرفي بنت أول طلعتها بجوها طلابة خطابة، يعني خطابة. قالت لي انت عم تنخطبي فيكي تبطلي التمثيل وترجعي تنخطبي والمعاش اللي عم تاخذي الله بيرزقنا غيره مو مشكله يعني. بس انا الحقيقه لما طلعت على المسرح حبيت المسرح، مو اول مره بواجه جمهور لاني كنت عارضه ازياء، انما اول مره بحس انه لقيت شيء من طموحي. انا كنت شعله فعلا، يعني شعله من الحركه من حيوية. من الحيويه، لكن ما كان في عندي تخطيط لاي شيء معين. مرة أديبة مرة بالمرشدات، كان يعني ما بتعرفي شو أنا كان بدي. وفتت غنيت بالفرع الموسيقى عن أي شيء، يعني أنا مارست كل النشاطات اللي بتصوريها بنت صغيرة مارستها بالمدرسة. لكن أحلى لون من ألوان الفن. حسيت حالي أنا على المسرح إنه هون ذاتي أنا منى. بس كتبوا عني هيك، فماما قالت لي يا بتبدي وبتكملي وبتتحملي وحينحكى عليكي لسه أكثر من هيك، وإذا سنة تنخطبي يمكن سنة جاي ما يعود حدا يخطبك، أو بتتركي بتعدي بالبيت بتتجوزي أو بترجعي لكبائعة أزياء. أنا استمرت. أصريت استمر ورحت أخذت كتب الشيء اللي ما بعرفه، وبلشت من وقتها من سنة الستين بعد شهرين من انقضاء حاول أني يعني أتعلم وثقف نفسي. وكانت المسرحية الثانية؟ المسرحية الثانية كانت اسمها الساعة 12، هي مأخوذة من ابن العم لشيلر، كوميديا. كوميديا الثانية؟ نقلة. كوميديا، لا هديك دراما، هاي كوميديا. نقلة كبير يعني. عطوني دور صغير فيها بس كربوج وناعم، يعني أنا هيك عاملة ضفاير. كربوج؟ كربوج يعني بالأردني كرموش، أما بالمصري يعني حباب يمكن، والله ما رحت أخذت الدور وعملت ضفاير فيه وكذا، وبنت مدرسة لكن كتير يعني هيك نحن بنقول بالشامي طرطوعة، يعني خفيفة كتير. فأخذت هذا الدور ولعبته على هذا الأساس، هو نجاح غير طبيعي. سجل للتلفزيون، أنا صار يحسبوني بعداد ممثلات البلد بعد هذا الدور، يعني من ضمن الممثلات الموجودين بعد هذا الدور. يعني اقدر نقول هو الدور ده اللي بالنسبه للجمهور، بالنسبه للجمهور المسرح العسكريه اللي كان يجي يحضر، وبعد ما طلعت بالتلفزيون يعني كانت بالنسبه لي باسبور المرور للجمهور دمشق. يعني نمره 2 عمل اولاني فاشل. طب احنا لو نحاول نفكرك بيه برضه ما تقدريش ولا حتى كوميديا؟ يعني بس هيك كنت اقول له عمي 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 اجا اخي راح اخي اجا اخي راح هيك، يعني كل مسرحيه مخفوفه يعني. لا يعني هيك شيء هي مش خفيفه بيقولوا عليها والله يعني. نحن بنقول عليها بالشامي طرطوعه.
لو احنا بنتكلم على اوائل اعمالك، نهايات اعمالك ولو التلفزيونيه، يمكن انا بقول الكلام ده بمناسبه تواجدنا في المكان عشان نبرر للناس احنا ليه قاعدين هنا. هي منى واصف دايما بتعمل جانب كبير من الادوار البدويه، مش كده؟ والله هذا بالنسبه لي تاني عمل بدوي. تاني عمل بدوي. نعم. فيعني احنا النهارده موجودين في ديكور شغل منى واصف في خيمه مسلسل موال من الصحراء. بس ما حقول لك اكثر من هيك عليه. وده اخر عمل بتقومي بيه؟ اخر عمل الي واول عمل بجي فيه لدبي، وحنشوف جزء منه دلوقتي حالا وبعدين نكمل حوارنا. نشوف ليش لا. الله يسعدكم ويخليكم لامهاتكم. لا تحرق قلب والدة على ولدها. صباح الخير يا مساري. من؟ أبو دحام؟ إيه أبو دحام يا خي. لا تواخذني يا طويل العمر، أزلمه أشوفه خيال ما تبين ملامحه ولا عرفه إلا من صوته. ما طلع بيدنا عليه شيء يا أربيع. قلنا لك كحليهم يا هداك الله. عييت جبت لك الحكيمة اللي يفهم بدواهم، ما قبلتيه. بلعون إنك عملت واجبك وما قصرت يا أبو دحام. والفعال الزين اللي شفتها منك ما شفتها لا منها لي ولا قرأ. حياك الله يا ابو دحام. انا خايف عليك تخسر عيونك يا مساري. اخسرهن لتجنم عليهن. حرام عليك يا ربيع. بيش ينفعون، كانوا غالين على قلبي يوم كنت اشوف بيهن حبايب، لكن عقب الحبايب ما عاد لي بيهم شغل. حرام عليك يا بنت الجواد، عيونك اغلى من كنوز الدنيا. ان شاء الله اعدمهن ان كانوا علي اغلى من زهر. يسلم عليك يا طويل العمر. يعني نقدر نقول دلوقتي ان منى واصف حولت الفشل لنجاح. يعني هو مو نجاح 100%، ما في شيء بالفن اسمه نجاح. في اهو طريق ماشيين فيه، مره بنكبي مثل الجواد ومره بنمشي، لكن قدرت احقق لو شيء بسيط من الطموح اللي انا صغيره كنت عايشه فيه، الخيال، لانه انا عندي خيال واسع جدا، يمكن هذا ساعدني اني اكون ممثله. بس هذا فكري بيكون ده نتيجه تفكير ورسم خطه معينه النجاح بالنسبه للفنان، ولا قضاء وقدر، يعني شيء قدري بحت؟ ما في شيء قدري وما في شيء مخطط 100%. أنا لما بلشت حس بكياني كممثلة كويسة بلشت خطط لمستقبلي، إنما ما نجح 100% لأن في ظروف معينة بتمر بحياة الفنان. إذا قال أنا هاي نوعية الأدوار ما بلعبها، يمكن يضل سنتين ما يلعب أدوار أو ما تجي أدوار على مزاجه. أحياناً تضطر الظروف المادية إنه يغير خطته وياخد أدوار ما هو مقتنع فيها. أحياناً تضطر الظروف الوظيفية ياخذ ادوار ما انا مقتنع فيها، خصوصا انا كممثله مسرح قومي. هي النقله الكبيره بحياتي. يعني هي دي النقله الصفحه اللي عايزين نقف عندها شويه. الممثله في المسرح القومي. الادوار اللي عملتيها. الحقيقه كان انا طموحي وانا ممثله بالمسرح العسكري اني ابدا انتقل لغير جو اللي انا عم مثل فيه بالمسرح العسكري، لانه كل الالوان كانت شعبيه كوميديا باللهجه العاميه. أنا صرت لما أشوف أعمال غيري روح أحضر المسرح القومي أو مسرح دكتور رفيق صبان، كان اسمه ندوة الفكر والفن، كلهم شباب جامعيين يقدموا مسرحيات عالمية، بلشت حس أنه أنا هونيك لازم أكون، بس ما كان عندي الوسيلة كيف لازم أكون. فكنت دائما لحالي أقعد مرن حالي على اللغة العربية الفصحى، لأن شغلة بالنسبة إلي جديدة. طبعا. فمرة من المرات دكتور رفيق صبان حب يستعين فيني بمسرحية وقال بجربني، إذا نجحت بيعطيني الدور وإذا ما نجحت ما بيعطيني الدور.
كانت هي النقلة المهمة بحياتي، إني أنا لعبت بعد سنتين من المسرح العسكري، لعبت في تاجر البندقية تأليف شكسبير، لعبت الدوقة بورشيا وبطلة مطلقة في المسرحية وبلغة عربية فصحى قدام ممثلين لعبانين أدوار من هالنساء وأنا الوحيدة الجديدة بيناتهم. كانت هي نقلة كبيرة أكيد. ونجحتي فيها؟ الحمد لله، يعني مو نجحت إنما كنت كان لي علامة كويسة بهاي المسرحية، يعني نقدر نقول إن دي علامة على طريق مو نواصل المسرحية دي بالتحديد. أفتكر كمان وعلامة في ذاكرتك مش ممكن تتنسي. لا طبعا، يعني ممكن حوارها ممكن يكون النهاردة دلوقتي وارد. لا مش وارد. بعدين حمشيكي، أنا مش بهرب، حمشيكي بالأجدد وبالأجدد وبالأجدد وبعطيكي. لكن عايزين نسمع منها، نسجل منها ولو سطور بسيطة. والله العظيم إنه مالي متذكرة من النشيد. سنة 62، حرام عليك يعني. لا بس في حاجات بتنطبع في ذهن الفنان، تنطبع الشخصية أحياناً أكثر من الحوار. الشخصية والحوار من كتر ما هي، يعني أنت سميتيها نقلة في حياتك. لا شوفي، إذا كان فكرتيني أنا محضرة لها المقابلة بكون حافظتها، إنما أنا مالي محضرة شو بدي أقول. لا أنا على أساس إنك فعلاً يعني منطبعة عادي جداً وبسألك، فهي مشوار ده مش مهم. ننقل على حاجة تانية، على ننقل صفحة على تانية. ننقل على طول. نقدر نعدد بقى المسرحيات اللي عملتيها؟ في المسرح القومي طبعا انا بعد ما اشتغلت مع دكتور رفيق صابون استقلت من المسرح العسكري وانتسبت فرقة الفنون الدرامية التابعة للتلفزيون، وبعدين ضموا الفنون الدرامية وعملوها مع المسرح القومي وصار كادر كبير. يعني صرت انا من ضمن 50-60 ممثل بيعملوا موسم كامل شتو. عملت الجليلة لزير سالم دور الجليلة تأليف ألفريد فراج، عملت أوديب ملكاً لسوفوكل، عملت المفوضة لفشنيفسكي، عملت موتى بلا قبور دور لوسي لسارتر، عملت تارتوف لمولير لعبت فيها دور دونين، عملت لكل حقيقته، عملت أدوار كثير كبيرة، عملت جونا وطاوس لأوكيزيهم، هاي آخر عمل عملته سنة. وده مش برضو مش بتتذكري شيء منه؟ لا ده بتذكر منه 100%. لسمع على طول جزء منه. هي جونو أم إيرلندية عندها بنت صبي ومتزوجة إنسان سكير خامل، كانت هي المتحملة المسؤولية رغم مسؤولية البلد اللي كان فيها الفوضى بين حزبين المقاتلين المعاندين وحزب إيرلندا الحرة. عوض ما يتحدوا ويحاربوا إنجلترا كانوا يتحاربوا مع بعض لا سوء تفاهم. جونو كانت الأم الكبيرة اللي كانت تحاول تحضن كل شيء. في لحظة من اللحظات خسرت ابنها، مات زوجها، رحل بنتها، حملت حمل غير شرعي ومتزوجة، وحست بلحظتها انه منهارة كل شيء. في اخر المسرحية بتقلها لبنتها بعد ما قررت انه تترك زوجها يلي ما كان حامل مسؤولية اطلاقا معه، بتقلها يا ميري انني لم اشعر بالحزن على ابن مسز تانكريد لأنه كان من جماعة المقاتلين المعاندين. لماذا لم أفكر حين ذاك أنه وإن كان من جماعة المقاتلين المعاندين أو من الموالين لإيرلندا الحرة فهو ليس إلا ولد صغير قد مات كجوني تماما، وأمه مسكينة مثلي تماما. يا عذراء، يا أم الرب، رحمة بنا جميعا. أيها الإله المقدس، انزع قلوبنا التي قدت من حجر وامنحنا قلوبا من لحم ودم مليئة بالحب والأمل. انزع عنا هذا الحقد القاتل وامنحنا حبك الأبدي. وبتطلع من المسرح بس. ساري أنا يعني أنا من الرعب عم ببكي وأنتي لا 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 أطلاقاً. لما قربت منك الحقيقة افتكرت أنك يعني في حيويتك وحبك للنكتة وحبك للأفشة زي ما بيقولوا عندنا في مصر، أني أنا مريحة جداً مستغربة أشوفك بتعيطي بسرعة كده. أنا حاسة حتة الكوميديا فيكي واضحة جداً. إيه فشلون بقى تقوليها؟ لأن أنا من داخلي إنسان وحساسة وعشت بظروف بتحسسني بمأساة كل إنسان، فأنا بسرعة ممكن اندمج اضحك
وبسرعة ممكن اندمج ابكي، وخاصة انه انا خيالي واسع وانا ام، وكان عندي ام رائعة جدا، فممكن اني ابكي ببساطة، واذا ما حسيت اني ابكي ما ببكي. مبررات واضحة جدا جدا يعني نتكلم جدا فيها. انت لعبتي ما اول مرة، تاني مرة كان دور كوميدي، بعد كده عملتي كوميدي. بعد كده بعد 5-6 سنوات في المسرح القومي عملت انا دور كوميدي. ما هو ده؟ ما كانش لا لا مره واحده مسرحيه ترتوف لموليير دور دورين، كان دور حلو، كنت انا حامل بشهر السادس تقريبا. اديتي كويس جدا يعني الناس حبوه، انا ما بقدر اقول لك اديته يعني 100%، بس كان جيد، صدى يعني كويس. صدى كان كتير كويس. ايه اللي ممكن يضحك الفنانه منى وصف؟ النكته الذكيه اللي ما بتعتمد على عاهه معينه، القفشه الذكيه، انما اضحك على عاهة انسان لا ما بتضحكني. يبكيك انسان مظلوم او طفل عم يبكي وفوق منه بنايه من 20 طابق وهو عم يبكي وهيك هدومهم مزعه. رايي غريب برضه، منى قالته لي انها ممكن الكوميديا تبكيها. وانا صغيره كنت احضر افلام لوريل وهاردي، وكان في واحد منهم صغير قصير ما عاد اتذكر مين، لما يحب وحده تضحك عليه انا ابكي، الوحيده اللي يبكي عليه انا. الوحيده اللي تبكي على الكوميديا. بننقل دلوقتي مع الفنانه منى وصف لصفحه مهمه جدا، مش عارفين وقعها عليها ايه، وهي صفحه السينما في حياه منى وصف. والله انا بديت اعمل بالسينما سنه 66 بعد ما كان لي وجود مسرحي وتلفزيوني في سوريا. الحقيقه ما درست الخطوة اللي أقدمت عليها بالنسبة للسينما، وافتكرت حالي إنه أنا كممثلة مسرحية يعتبروني جيدة وتلفزيونية إنه ممكن أنجح بالسينما. الحقيقة لا، ما نجحت بالسينما، بالعكس فشلت، لأنه ما أخذت الأدوار عن دراسة معينة إنه تلبق لي كتيب كشكل كسن، وبعدين أحياناً أخذت أدوار ما بتلق لي أنا كممثلة مسرحية إني أخذها. فمرة شفت حالي بالسينما وعيطت، يعني بكيت لدرجة اني قلت لا يمكن، لو بموت من الجوع او ما بشتغل بالسينما اطلاقا اني انا اعمل بهيك افلام، ورجعت للبيت وكان المكسب معي. يعني ضليت ما اشتغل بالسينما بعد هالقرار 4 سنوات، وبالنتيجة انا اختاروني لبطولة فيلم الرسالة، وانا هذا بعتبره شيء مكسب كبير الي. وسينما وعالمية ودور بطولة، يعني رجوع للسينما فعلا بكيان كبير جدا. طبعا. ايه ظروف اختيارك للدور ده؟ والله انا علمك، انا كنت قاعده في بلدي في امان الله، عندي عم بحضر على مسرحيه اسمها حان الاستسلام ايها الاسرائيلي، فيها ممثلين انا والاستاذ هاني الروماني، بنشارك فيها بمهرجان المغرب للمسرح الحديث. بدقوا لي تليفون بيقولوا لي بالنقابه في مخرج جاي من هوليوود بده ياكي مخرج سينمائي. انا وقت قالوا لي مخرج سينمائي قلت مو معقول، مخرجين البلد يعني عم ياخذونا لادوار غير طبيعيه بالسينما، حيجي واحد من هوليوود ياخذني؟ يعني شغله كانت بالنسبه لي ما انا مستحبه. رحت وتفرجت على الالبومات، لقيت انه في البوم كل صور النجوم يلي ممكن تتصوريها بالعالم، وفي كمان البوم ثاني فيها صور النجوم المصريين كلها. قال لي ست منى نحن بدنا نزين صورتك ونحطها بهالالبوم. قلت له ليش؟ قال لي نحن عم ندور على دور هند بالمواصفات، نحن بمصر استاذ عبد الرحمن شرقاوي رشحنا انه ناخذك لدور هند بنت عتمه، فنحن حنعمل لك تيست، ما بدنا منك شيء، تتصوري باللبس البدوي وبس، او تحكي لي جمله بالفصحى. الحقيقه انا ما قبلت احكي جمله بالفصحى. ليه؟ ما قبلت، لانه حسيت انه ما حياخذوني. لما تقولي بالفصحى؟ لا، انه ما حياخذوني بنوب يعني، لا اني حكيت بالفصحى مش عايزه اضيع وقت. اما والله في واحد من المخرجين دعا استاذ مصطفى العقاد للتلفزيون ورجع عمل من اعمالي. كان ايه سعدة؟ سعدة بنت الزيناتي خليفه. كنت اخذ فيه دور الاميره بنت الزيناتي، وشاف مشهد ورجع بعد ربع ساعه قال لي حصورك وما بدي اياكي تحكي بس. واخذ الصوره وراحت القصه شهر، رحت على المغرب انا ورجعت بعد تقريبا حوالي 20 يوم، عفوا فتحوا لي تليفون قال تفضلي على شركة فيلم كل موجودة ببيروت مشان توقع العقد وتعملي التأمين على الحياة، اخترناكي لبطولة فيلم محمد، بتلعب نفس الدور بالنسخة الإنجليزية إيرين باباس هون الرعبة
بتعيط؟ لا بالعكس انا ما عيطت، انا من كتر خوفي جنت دموع بعيوني وكان عيط منه. فكان وهذا اللي كان الرسالة. وهذا اللي كان طبعا انا بالنسبه لي بعتبر فيلم الرساله دراسه وخبره قد ال 13 سنه اللي انا اشتغلت فيهم كفنانه طبعا، لانه صار الفيلم سنه ال 74 انا سنه ال 60 انا 77 يعني دخلنا بال 16 13 سنه قبل هذا الفيلم تجربه، وهذا الفيلم بذاته تجربه، لان شفت فنانين كبار بيطمح الواحد انه يشوفه مو بس يوقف معهم على نفس الديكور ويمثل معهم ويتعلم منهم اللي ناقصه واللي مو ناقصه والاخلاق الفنيه والاداء الرائع. اكثر واحد او وحده اللي اشتركوا معك في الفيلم شد انتباهك؟ الحقيقه كلهم من صغيرهم لكبيرهم، وهذا شيء انا اكتسبته انه ما ممكن يكون فنان يصل لمرحله عالميه من الشهره والعطاء ما يكون متواضع جدا ومثقف جدا ومتعلم جدا وطيب جدا، هي شغله كبيره جدا. كانت هي دي سمه لكل لكل واحد متعامل بهذا الفيلم من الستاف الانجليزي، شغله يعني انا بالنسبه لي هالسنه كانت دراسه من جميع الجهات، من التكنيك وانت طالع او انت نازل. طبعا الدور ده مش ممكن يتنسي. لا يعني طبعا يعني سطوره محفوره. فنسمع منه مشهد. مشهد بس انا اعطيتك مشهد، ليش ما نغير نحن؟ لسه نعمل لسه شغلات ثانيه يعني نخلي الفيلم مفاجاه باعتباره انه ما نعرض مثلا يعني وننتقل لجو ثاني. لا ده يدينا فعلا احساس منى واصف بفيلم الرساله، جزء من عملها في الفيلم نحس بدري شويه عن الفيلم ما يتعرض. في مشهد بعد معركه بدر هند بينقتل ابوها واخوها وعمها في هاي المعركه، فهي بتكون قاعده ببيتها عم تندب والنساء في الخارج عم يندبوا قتلاهم، فهي بتركض على الشباك وبتقول كفن وباحا، هل احتاج الى من يذكرني ابي اخي عمي، هل احتاج الى من يذكرني ابي اخي عمي، هل احتاج الى من يذكرني محمد علي حمزة، هل أحتاج إلى من يذكرني حمزة حمزة بأظافر يا حمزة بأظافر يا قاطع الرقاب سأقطع جسدك بأظافر يا صائد الأسود سأمزقك وعندما تموت سأشرب من دمك عندما تموت سأشرب من دمك حمزة. طبعا شي سخيف وبايخ لأنه ما اندمجت، بس يعني هيك شي تقدري تعتبري هيك تواضع يعني ماشي الحال. من أحسن الأعمال السينمائية طبعا، لأن هم الأعمال محدودة بالنسبة لك. بالنسبة لي يعني قيمي 10 أفلام كبيون، تركي 3 أفلام لقطاع العام الدولة يعني أفلام جيدة جدا، هدول بعتز فيهم كفنانة يعني. وفيلم محمد الرسالة يعني ده يعني بالنسبة إلي هذا بعد منه إذا ما اشتغل سينما بيضل بالنسبة إلي تذكار كبير. لو نقول بالنسبة لأعمالك التلفزيونية، نعم، عمل بتعتزي به جدا ممكن نشوف جزء منه دلوقتي؟ الحقيقة العمل اللي أنا بعتز فيه أسعد الوراء ما له موجود هون لأنه أسود وأبيض، وأنا دريت أنه التلفزيون دبي ما ممكن يبث إلا ملون. هذا المسلسل اللي أنا بعتبره شيء كبير بحياتي وبحطه بمستوى الرسالة بالنسبة إلي أنا كتلفزيون. كتلفزيون لأنه عمل كان رائع بالمجموعة، مو مناصف المجموعة ككل قدمت عمل بيئي رائع جدا جدا جدا. طب لو نقول عن عمل آخر، نقول عن عمل آخر شهرني كمونة واصف في البلاد العربية. شهرك كمونة واصف في البلاد العربية باعتبار أني أنا نجمة محلية. دليلة والزيبة، دليلة المحتالة. تختاري جزء معين؟ أنا بختاره هلأ منشوفه إذا بتحبي يعني. دليلة حبيبتي لا أكاد أصدق عيني. اهدأ وتمالك نفسك يا عبد الله، فأنت الآن بين يدي صاحبة الشرطة.
لقد أمرت الحاجب أن يخفي الأمر عنك لتكون المفاجأة أوقع في نفسك. ولكن كان اتفاقنا. ماذا؟ أن أكون أنا صاحب الشرطة. أنت؟ تحملت مشقة كبيرة في انتظار هذا اليوم. حسبك أن تكون معاونا لي، لأنه لا يليق بصاحب الشرطة أن يكون رجلا ضعيفا وقصير النظر. اذهب واغتسل وارتدي ثياب مقدم، أمامنا عمل سريع وأشق من عملنا السابق لنكرس ما حصلنا عليه ونقضي على أنصار أحمد الدنف. ألم تسمع أمري يا عبد الله؟ بلى، ولكن يا دليلة. المقدمة دليلة. يا مقدمة دليلة، أريد أن أعرف ما حل بأحمد الدنف وحسن رأس الغول. أحمد الدنف أعطيته المطعم وأمرته بأن يديره ويعيش فيه لا يخرج منه أبدا، وهذا لتسهل مراقبته على رجالي. أصبح لك رجال؟ معظم من كان من رجالي. هذه هي الدنيا فلا تعجب. هنيئا لك. وماذا عن حسن رأس الغول؟ أمرته بأن يعود إلى بلده. كان يجب قتله. لماذا؟ لأنه عذبني شر العذاب. لقد نال جزاءه على يد التاجر الفارسي، أما أنت فكان يجب أن تعذب لتكون جديرا بمعاونتي. لن أعاونك إلا إذا تمكنت من قتلي. لم لا؟ اذهب وحاول، فإن تمكنت منه آمنت بك رجلا أستطيع الاعتماد عليه. إذا كان هذا تحديا فأنا لا. نقدر نقول ان حبك، نقدر نقول ان حبك للمسرح طاغي على حبك للسينما. حبي للمسرح والتلفزيون الحقيقه، انا اذا خيروني ما بقدر اختار بين المسرح والتلفزيون لانه مشينا سوا، بس السينما انا بحبها. ما في فنان ما ممكن السينما تسحره، انما مش على حساب كرامتي كممثله، لي مكاني معين لازم حافظ عليها، لازم العب الدور يلي بالبقل. أنا ما بدي حط الحق على السينما ولا على منتجين القطاع الخاص ولا كان حط الحق علي أني أنا دخلت السينما بدون دراسة بدون تخطيط. هذا طبعا أنا أخذت نتيجته، بتمنى أني اتلافى بعدي. لكن بالنسبة للمسرح كان ليك دراسات معينة يعني؟ لا، أنا ماني خريجة أي معهد. إنما من خلال الخبرة ومن خلال ممارسة. ما ثقفت أنا حالي من خلال، أنا عندي كانت عقدة نقص كبير، يعني أنا ما عندي أي ثقافة مسرحية أو أي ثقافة فنية، فهذا أنا كنت أكل النص أكل وروح أقرأ عن الكاتب وكذا مشان أحس ثقة كبيرة، وأنه لما أنا أعمل دور أعرف خلفياته، حتى لو للمؤلف أعرف شو هي خلفيات المؤلف، يعني هي شغلة بتفيدني بعملي كممثلة مسرحية. الحقيقة أنا بحيي فيكي دايما الصراحة. شكرا. والوضوح في حاجات كتير جدا. شكرا. أنا عرفت أنك غنيتي في بعض أعمالك. حتى بجونة والطاووس أنا غنيت. غنيتي. احنا لو نسمع دلوقتي اداء. ما انا عايز اقول لك، لو نسمع دلوقتي جزء اداء تختاريه؟ انا اختار. تختاريه. اوكي، وتسمعه لي. طب معلش، اذا كان شيء بيتعلق بالبيئه السوريه، يعني حلو الواحد لما بيكون خارج بلده احساس دايما. احساس باي حاجه. اوكي، يا الاسمر اللون، يا الأسمراني تعبان يا قلب خيو هواك رامان، يا بوك مرفوضة على إيش هالبغضة، بعطيك تطرد خيو من عيني رسمان،
يا ابو عيون وساع مليت بقلبي وجاع بعطيك تترضى خيو من عيني رسمالي يا را 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 الله يلا مين بيطربك بالفعل؟ كل شيء من المنطقة العربية عموما مش محددين مش محددين كل شيء غناء قديم كلاسيكي بيطربني يعني ومتصل وملتصق بالبيئة يعني ما بحب الغناء الدخيل يلي ما له موسيقى معينة وما له تيم معين يعني أنا بقعد بسمع بقول هاي من العراق هاي من الكويت هاي من مصر يعني الشيء البيئي 100% ريحة البيئة واضحة جدا جدا بتختار لنا إيه دلوقتي تشوفيه أنا والله بحب أسمع محمد عبده مطرب سعودي برضو أي غنية وإذا في يعني غنية موجودة بالملون أنا بحب أشوفها في البداية نحب نعرف ليه قالوا على منى واصف أخت الرجال أخت الرجالة يعني بالمصري لا يعني نحن على بالسوري بيقولوا عن منى واصف إنه قوية ليش قوية؟ لأنه أكثر أدواري فيها عنف فيها ثقة فيها خبز فيها ذكاء هذا الشيء هن بيعتبروه هي أنا يعني مو من مصلحتي أقول هن بيعتبروا هذا الشيء إنه بس تابع للرجال عشان هيك بيقولوا إنه منى واصف لكن ده ما أكون أنا حاجة من أنا نعمة جدا والله يعني لا يمت بصل الحقيقة يعني أنت شو شايفة؟ لا أنا مش لا تغشيني يعني عشان كده قالوا أخت الرجال هيك يعني هو هذا هن بيقصدوا إنه يعني فيها نوع من الشخصية القوي طيب بالنسبة برضو لارتباط اسمك باسم الفنانة المصرية سميحة أيوب والله هو لا في اي ارتباط ولا شيء الحقيقه انه لما رحت انا على مصر مشان اقدم مسرحيات نعرضهم بمصر في مع المسرح القومي السوري فالاخوان الصحفيين اللي اجوا على مهرجانات دمشق وبيعرفوني من خلال اعمالي حبوا يكرموني ويعرفوا الجمهور المصري فيني في لاي مستوى انا في بلدي فقالوا انه السيده منى واصف مستواها في بلدها كالسيده سميحه ايوب في مصر في مصر هذا كل شيء صار لكن بعض الناس قالوا انه منى واصف بتشبه سميحه ايوب او بعض الاخوان من النقاد يعني هذا لا ما صار هيك شيء بس هذا الباسبور اللي كان لي بمصر اطلاقا ما في اي شيء على اساس انت مسرح وهي برضه مسرح او هي برضه مسرح قومي ومسرح قومي ومسرح قومي ونفس الشهره يعني هذا يعني كان بقصد حبي ونقي جدا طب بالمناسبه نحب نعرف راي الفنانه منى واصف في بعض الممثلين والفنانين المصريين بقى بقولهم بتواضع مثلا نقول فاتن حمامه فنانه ذكيه عرفت ترجع بادوار معينه بتناسب سنها وبتناسب مكانتها الفنيه نقول سناء جميل كتله من الاحاسيس الرائعه جدا حتى للان ما تفجرت كل طاقاتها لحد الوقت محمود مرسي استاذ كبير فقط كفن عبد الله غيس وانا يمكن اخترت دول من جوارك ليهم في فيلم رسالة بس الاستاذ محمود مرسي ما كان معنا لا استاذ عبد الله غيس يعني شو بدي احكي لك عليه اكثر من كلمه استاذ وهو بيستحقها بكل جداره انا بتربطني فيه صداقه وبيربطني فيه احترام ونحن ادينا دورين صعبين ما في شك بالفيلم هذا وكان هو على مستوى الدور صفحه شبه اخيره يعني الصفحات اللي بنسجلها النهارده الفنانة منى واصف بنسأل أسئلة خاصة جدا ونقول في البداية الحالة الاجتماعية احنا عرفنا انك متزوجة وعندي ولد اسمه عمار عمره 11 سنة وعرفنا اسم الزوج وهو مخرج سينمائي اسمه الأستاذ محمد شاهين وابنك او عدد اولاد عمار ما عندي غيره الله يخليك ربنا يخليه عنده قد ايه 11 سنة ما فكرتيش تعيد الكرة تاني والله فن وولاد وصعب هوايات اخرى غير الفن بطبخ مثلا طيب بشكل اصبح عمل مش عم بمزح انا بس لحتى شوي يعني شو اسمه اللي مرا احفظ زجل نحن انا والدتي الله يرحمها من وادي النضارة هذا قريب على منطقة لبنان ومنطقة كثير حلوة في قلعة الحصن فوق وبعدين بينزل هيك جبل ملان شجر امي ساكنة هناك
فبيقولوا دايما زجل حلو كتير. انا حافظه زجل اخوالي. انت ذوق ايضا للشعر. لكل شيء حلو. طب نسمع ايه، زجل ولا شعر؟ زجل، باعتبار انا يعني قريبه للهجه الزجل، واسمه هلا نحن عم نحكي بالعامي السوري الشامي. يعني ممكن يكون قريب. نسمع. قالوا الشتي جاي، قلت احلى، حلوتي بتتستر زيادة وزيادة، هزنود البيضة بيخفيها القماش، والشعر الحلو تحت الشال ما بيبان، والريح عم تعوي بتلسع الدنيا بلسعات بارد. تتذكر يا صيف، تتذكر لما الحلوتي بتمشي فستانها الأبيض بتضوي، والشمس حنت عليها بلون خلت الناس يقولوا يا حلوتو، هاي حلوتو، لا حدا يحكي معها، لا حدا يسمعها حكي. نحن متعصبين مو بيك. دلوقتي من قلتي لي في اعمال بدويه عملتيها غير غير الموال من الصحراء، عملت الغدير. الغدير أيوه. ده كان بدوي برضو. بدوي. الناس حبتك في الدور ده؟ والله ناس حبوني وناس ما حبوني، هذا يعني مش دائما انا الناس بيحبوني. احيانا نشوف جزء منه. دلوقتي يا هلا بسالم. يا هلا بك يا عم حماد. تقهوى يا ابن اخي، تقهوى. العواد. يا هلا مزنه، حي الله فوتي. وصلت. شوف لي اصبعي يا حماد، تعور اليوم. سلامتك يا مزنه. تسلم روحك يا سلام. وش بيه اصبعك علام؟ ضربني عمود البيت. خليني اروح ادور لك خيط الفكك وحزم لك عليه. عيونك تريد تقول لي شيء يا مزنة؟ ويش ادراك؟ ما صح لك تصارحيني بكل ما معك، والحين راسك مليان كلام. الكلام عندك انت. حد الناس بالغدير طمعان انه يتجوزك. يتجوزني؟ ان كان القاتل اللي يقصد عواد، تكون انت الطمعه اللي انقتل اخوي لاجلها. انا يا سالم؟ اذا كان ظني صايب، القاتل يريدك انتي لاجل يصل لشيخه. كلامك يملى قلبي بالخوف يا سالم. قلب الشيخه ما يعرف الخوف يا مزنه. مسنا انت تقدر تساعديني. وايش اللي اقدر انفعك به؟ عم الشيخ هايل، اريدك تخليه يفكر بعقله زين. نظل يسمع من جريد يوقعوا باكر بحفره وتروح هيبته من عيون الناس. يصير خير. اقول ما ودك تشوف رضوى؟ رضوى؟ وكيف أشوفها؟ عندي بالبيت. متى؟ اليوم؟ حين التعليل. والله يا مزنة قلبك حنون علي وعليها. كل ما أشوفك أنت وياها يا سالم أشم ريحة عواد. تعال عقب ما ينام خاطرك. مع السلامة يا مزنة. بنقول في النهاية للفنانة منى واصف، بنقول لها في النهاية ما قلتيش حاجة في كل الحديث اللي كان دلوقتي من صفحات لحياتك، ما قلتيش حاجة ندمتي عليها أو تحب تضيفي ليه حاجة؟ الفن حلو كتير، والعمل اللي أنا اخترته وحسيت وجودي فيه جميل جداً. أنا ما في شغلة كتير فظيعة، التوتر والقلق اللي بيضل الفنان عايش فيه طول عمره. ده معاناة الفنان. آه بعرف. ده اللي حيعيشه على طول. بعرف هالشي، فيعني هذا الشيء وكل ماله سنة عن سنة، ويمكن مع النساء أكثر من الرجال لأنه بيتخطوا سن وعي، يعني يمكن هو بيزيد. التوتر بيكبر. بيكبر بس. بنسبة كام في المية كانت الفنانة منى واصف صادقة مع نفسها ومعانا في حوارنا دلوقتي؟
والله إذا بوشي بيبين عليه الصدق بيكون صادقة 100%، وإذا كان مو باين عليه بيكون 50%. بس أنا بحس فعلاً إنه هو صادق 100%. بتمنى هذا الشيء. وبتهيألي برضو السادة المشاهدين حاسين نفس الإحساس ده معانا دلوقتي. إن شاء الله. وإحنا بنشكرك جداً إنك سمحت لنا نتصفح معاكي بعض صفحات من حياتك اللي بتمنى إن شاء الله تكون صفحات كبيرة. شكرا. أكثر وأكثر. شكراً كثير. ألف شكر. Thank you.